أصاب الشلل الخطوط الجوية والقطارات في بلجيكا اليوم الاثنين، ما أعلن الاتحادات إضرابا عاما على مستوى البلاد ليوم واحد، احتجاجا على إجراءات التقشف وخفض الإنفاق التي تنوي الحكومة اتخاذها. وتوقف العمل في الرحلات الدولية والمحلية وكذلك خطوط القطارات في أنحاء البلاد في وقت متأخر من مساء الأحد. ودعت الاتحادات البلجيكية المراقبين الجويين إلى الانضمام إلى بقية العاملين في المطارات وطواقم الطائرات والدخول في الإضراب العام. ولم تقلع رحلة جوية واحدة من مطار بروكسل الدولية، وكذلك لم يستقبل المطار أي رحلة منذ مساء الأحد لمجرد بدء الإضراب. وقال مسؤولون بمطار بروكسل الدولية إن الإضراب تسبب في إلغاء 600 رحلة، ما أثر على نحو 50,000 مسافر. وإلى جانب تعطل خدمة القطارات المحلية، طال تأثير الإضراب خدمات القطارات الدولية يوروستار وثالز، وتشغل يوروستار خطوط القطارات السريعة بين بروكسل ولندن، وتوقفت جميع القطارات المتجهة إلى العاصمة البلجيكية في فرنسا. كما قالت شركة ثالز إنها ألغت معظم رحلات القطارات إلى ألمانيا وفرنسا وهولندا. وتسعى حكومة يمين الوسط بزعامة رئيس الوزراء تشارلز ميشيل إلى رفع سن التقاعد وإلغاء زيادة في الأجور مرتبطة بالتضخم كان من المقرر أن تطبق العام المقبل. وتحتاج بلجيكا إلى الإبقاء على نسبة العجز في القطاع العام إلى ما دون 3% من الناتج السنوي هذا العام. وتواجه البلاد بالفعل العام المقبل خطر التعرض لإجراءات من قبل الاتحاد الأوروبي بشأن الديون التي تبلغ نحو 100% من الناتج المحلي الإجمالي. رحاب علاء، رويترز.